صباح النور. هذه الفيو على زريبة العليا، قرية ميزيغية قريبة من زهوة. البارح رميت الخيمة في البيكوات، أما كانت تحبوا تكمبيو هنا ردوا بالكم، ساعات الريح ينفخ قوي كالبارح. اليوم صباح الريح ركح، وكان نوسعوا بالنا نشوفوا لي فوتور يطلعوا يهبطوا من جبل زهوان. اما توا لازمنا نهبطوا فيس على الفيلاج، خاطر مكرم يستنى فينا. مكرم رمى مدار جدوده وحولها لسونتر دافونتور. مكرم، شنو نجمو يعملوا الناس كي يجيو بحذاك؟ اللي يجي بحذانا هنا يحبوا يعيش ليبوك عن لي روندوني، لي توريان، الاسكالاد. فيش فكره باش تعمل السونتر هنا؟ هذه دار جدي. زريبة العليا تي ابوندوني في اخر الستينات في اطار السياسه نتاع التبدل. مالوريزمون يعني جدودنا تركوا المكان باش يكونوا الزريبه حمام. لقيت انا برشا اللون الازرق هوني، هو مستخرج ذاك من نبته اسمها النيله، وحتى جدودنا والحضارات اللي بعدها ماني في اللون الازرق يبعد الموفيز ستري، وزاد يعتقدوا اللي اللون الازرق هذاك الحنوشه والعقارب تهرب منه. شنو فما الماكله تراديسيونيل نتاع الزريبه العليا؟ عندنا حاجه سبيسيال الطاجين بونارين، تطيب بالعلوش، تطيب على زوز نيران من الفحم الملول يكون من اللوطه، ومن بعد ولي الفحم من فوق الطبق. كان حلم اجيال باش نحاولوا يعني نحميو القرية هذه ونحاولوا إن شاء الله هالجيل الجديد يفهمها، على الأقل نذكروه بها، يشوفها، يشوف كيفاش كبروهم وبياتهم وجدودهم.